شن هو المسل مايند كونكشن او بالعربي الترابط بين العقل والعضلة؟ شوف عشان فهمك خلينا نعطيك مثال بسيط. تخيل ان انت مثلا فتحت كتاب وتقرأ في الكتاب ولكن انت مش مركز، عقلك مش مربوط مع الكتاب، واكتشفت انك انت في منتصف الكتاب انت مركزتش وما قريتش ومش عارف اصلا الكتاب على شنو يتكلم، يعني ما فيش ترابط بين العقل وبين شنو وبين الكتاب. بنعطيك مثال تاني، مثلا انت راكب سيارة وماشي لمكان معين لكن مش مركز في الطريق ومش عارف اما طريق حتاخدها بالضبط او اقرب طريق لازم تاخدها عشان توصل للهدف او عشان توصل للمكان اللي حاب توصل له، فانت حتقعد تلف تلف وبعدين تاخد لفة تانية وتدخل في شارع تاني ممكن توصل ولكن حتلقى ان انت مش مركز. فهمتوا؟ نفس الفكرة تتطبق على المسل مايند كونكشن او الترابط بين عقلك وبين العضلة المستهدفة. وانت تشتغل في التمرين لازم تعرف العضلة المستهدفة اللي انت تشتغل عليها، بحيث انك لما تعرف العضلة اللي انت تشتغل عليها تسوي كونكشن او تقوم بعمل كونكشن ربط بين العضلة وبين عقلك. عشان شني؟ عشان دائما تبدأ متأكد ان انا مثلا اشتغل في عضلة الصدر، تمام، حاس بعضلة الصدر فعلا انها الان عضلة الصدر قاعدة تشتغل معي، نشتغل في الكتف حاس بالكتف فعلا انه يشتغل معي، مش فقط نمشي ونقوم بعمل تمارين راندوم او عشوائية وانا مش عارف شن قاعد ندير ومش عارف شن الهدف من هذا التمرين نفسه. دائما دائما ننصح في جميع الناس اللي تمشي تتمرن او المتدربين اللي عندي يفهموا الاناتومي او يفهموا تشريح العضلات العام. تفهم التشريح ليش؟ لأنك لما تفهم التشريح العضلة تعرف شن هي العضلة المستهدفة وتعرف انت وين تبي توصل. فهمتني؟ تعرف انت وين تبي توصل، هذه هي. طبعا بالنسبة لي انا في برامجي التدريبية دائما نركز على هذا الموضوع، دائما نركز على ان المتدرب يكون عنده هدف وعنده خطة، وهذا الهدف الرئيسي من الخطة التدريبية اننا نعطيك خطة تبدأ عارف نفسك انت وين تبي توصل. نفس المثال اللي قلته لكم في البداية لما قلت لك انت راكب في سيارة وتبي توصل لنقطة لكن مش عارف الطريق اللي تاخذها، هذه هي الخطة. الخطة هي عبارة عن الطريق اللي انت حتاخذها عشان توصل من نقطة ألف للنقطة باء، تتكون من جدول أكل وجدول تمارين وعدة تفاصيل تانية. كيف تقدر تحصلها؟ تقدر تحصلها بانك تبعت لي ايميل عليه atofit@gmail.com او تشوف موقعي الالكتروني اللي هو atofit.net او انك تشوف حساب التدريب على الانستغرام @coaching. حنعطيك التفاصيل تحت في وصف هذا الفيديو. لو استفدت من هذا الفيديو حط لايك، انا اقرا الشيخ زيك، وشارك الفيديو ايضا في منصات التواصل الاجتماعي مع ناس ممكن تكون مهتمة به. واحلى حاجة درتها انت يا متابعي الخاص ومتابعي المتميز انك تفرجت الفيديو للنهاية، لان هذا يدل انك انت انسان فعلا مهتم انك تغير نفسك للافضل. تحياتي ليك، حافظ على رساقتك، stay fit. Peace out.